السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. أريد أن نقرأ إن شاء الله المعوذات الثلاث. عبد الله سالم، ما هي المعوذات الثلاث؟ سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس. ما شاء الله. آمين. الله يجعلني وحاضرنا الأخوان. آمين. إنه وحي رحمن. هيا بنا نخرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد.